صرت ربحان رالي 12 مرة، وأكيد كل سنة يعني بحضر هذا الرالي كأنه أول مرة بعمله. هاي السنة أكيد كومبيتيشن كتير كتير عالية، في عنا خي عبدو وأكيد ناصر العطيه بطل العالم. Our target to win this race. حلم طويل اللي عندي انه فوز مركز اول برالي لبنان، بس بعد ما قدرت احقق الفوز المطلق برالي اثنيناتهم هن حلمهم يربحوا رالي لبنان. ان شاء الله يا رب اقدر اخليه يضل حلم لهم.